على غفلة من الحرب، داهمت قوات موالية للمخلوع صالح مبنى السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، واختطفت 5 من شباب ثورة 11 من فبراير المسجونين بتهمة تفجير مسجد دار الرئاسة. إبراهيم الحمادي، محمد عمرو، عبد الله الطعامي، شعيب البعجري وغالب العيزري، 5 وذنبهم ثورة آمنوا بها ولم تؤمن بهم، وخمس سنوات انقضت منذ أودعوا السجن فلم تنتصر لهم الثورة ولا القانون. لقينا الصنوف وألوان التعذيب التي لم تخطر على بشر. في 27 من يوليو الماضي اختطفتهم قوة عسكرية ونقلتهم إلى جهة مجهولة، ففي لحظة تشهد فيها البلاد أحداثا دامية وصراعات سياسية وانتهاكات كبيرة، تأتي واقعة الاختطاف لتشير إلى القاتل الأول في البلاد. يقول متابعون للحادثة إن صالح ما إن عاد بالانقلاب حتى عاد للانتقام من ثورة الشباب السلمية ورموزها، الثورة التي توقف عندها صالح باعتبارها غريمه الأول الذي استطاع هزيمته، هو الذي تباهى كثيرا بهزيمة خصومه بأدوات ليس من بينها السياسة. شباب الثورة المعتقلون على ذمة تفجير جامع دار الرئاسة هم هدفه الأقرب إذن، وهو ما يحذر منه محامون وناشطون حقوقيون من مغبة تصفيتهم أو ممارسة انتهاكات بحقهم بعيدا عن القانون. وكانت منظمات عدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين أو إجراء تحقيق شفاف ونزيه وفق إجراءات قانونية أو إطلاق سراحهم وتعويضهم ومحاسبة من تسببوا في سجنهم. ويقبع السجناء الخمسة منذ عام 2011 في سجون عدة آخرها السجن المركزي.